المحاضرة الثانية بدينا نسولف بها على الكتاب المنهجي اللي هو تحضير لامتحان الـ CCNA. أوكي. فبهذا بالامتحان، نعم، سوف عندكم إن شاء الله CCNA 200-301 فوليوم 1 شابتر 3. يا شباب واضح إن شاء الله للكل؟ أي واضح. تمام دكتور، تمام. تمام. واضح. فالمحاضرة اللي فاتت سولفنا على الشابتر الأول والشابتر الثاني، واللي هي كانت فقط أساسيات على الطبقة الثانية اللي هي الإيثرنت، والطبقة الرابعة اللي هي كانت الترانسبورت لاير. اليوم راح نسولف أيضا شوي يعني معلومات أكثر اللي هو الشابتر 3 اللي هو Fundamentals of WANs and IP Routing. الوان اللي هي الوايد اير نتورك اللي هي الشبكات الكبيره اللي تربط بيناتهم مسافات كبيره جدا، ممكن تكون عن طريق الفايبر اوبتيك او ممكن تكون وايرلس. والاي بي اللي هو الانترنت بروتوكول اللي هو الانوار الطبقه الثالثه او ما يسمى باللوجيكال ادرس اللي نستخدمه احنا يعني في اغلب يعني اعمالنا اليوميه، اللي هو واحده من امثله 192.168.0.1. هذه دائما تكون اي بيات الراوترات. طبعا هو يبدي من 0.0.0.0 الى 255.255.255.255 مع بعض الاستثناءات، يعني مو كل الارقام موجوده. وايضا مثل ما يعني راح تشوفون ان شاء الله بالكورس على اليوتيوب اكو عده محاضرات متكامله فقط للحديث عن الاي بي والاي بي يعني ادرسنج العنوان بهذا الموضوع. الراوتينج طبعا مثل ما ذكرنا هو كيفيه يعني توجيه البيانات من شبكه داخليه من لان محليه الى شبكه اخرى باستخدام طبعا يعني الراوترات وغيرها من الاجهزه الاخرى. اكو عندنا هسه من شخص قاعد ينضم. تمام، نرجع مره اخرى. دكتور استاذ سيف جديد انضم لنا. نعم الان انضم، يعني هسه حاليا موجود يونا؟ نعم هسه راح ينضم لك لان استوى راسني وسجل بالكورس، قلت له يا براجع الدروس البقيه مثل الاخ زين العابدي. اوكي ان شاء الله خير. يعني هسه احنا نتوقع انه ننتظره لو نبدي. لا انت استمر بس اذا اجتك وافق لي. اوكي ان شاء الله. تمام. طبعا الهدف من هذا الشابتر الثالث بالكتاب هو طبعا بالبدايه نسولف على الليست لاينز اللي هن الخطوط التي يتم تاجيرها لنقل البيانات من موقع الى موقع ثاني. وهذه الخطوط ممكن تكون خطوط ارضيه، خطوط يعني فضائيه، وايرلس الى اخره. الايثرنت از اوان تكنولوجي، شلون نستخدم الايثرنت اللي هي يعني شبكة لان أو يعني سوري خلينا نوافق. طبعا أعتذر لكم يعني. أوكي أستاذ سيف إجانا هسه اليوم، أهلا وسهلا أستاذ سيف، تسمعنا إن شاء الله؟ أستاذ سيف السلام عليكم، موجود إن شاء الله تسمعنا؟ صوت واضح يمك؟ إذا ما تقدر تسولف يعني فقط اكتب لنا بالشات إنه إن شاء الله صوت واضح يمك. ألو أستاذ سيف تسمعنا إن شاء الله؟ ألو نعم أستاذ الصوت واضح، شكرا لكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا. تمام. إحنا إن شاء الله استونا بدينا يعني مثل ما كنت أسولف للإخوان إنه إحنا المحاضرة الأولى كنا سولفنا فقط على أساسيات الشبكات، المحاضرة الثانية اللي فاتت هي كانت فقط الشابتر الأول والشابتر الثاني من كتاب يعني الكتاب المنهجي للتحضير لامتحان السي سي ان اي. واليوم ان شاء الله راح نبدي نسولف على الشابتر الثالث. اتمنى انه تكون ان شاء الله الامور واضحه بالنسبه لك وتقدر تراجع بقيه الامور لاحقا يعني. الان فقط يعني اتمنى انه تكون عندكم هذه الصوره واضحه امامكم ان شاء الله. هذا الشابتر 3. الاوبجكتيفز مثل ما ذكرنا اهداف هذا الفصل هو فقط الحديث عن الليست لاين اللي هي الخطوط التي يتم تاجيرها لنقل البيانات من لان الى لان اخرى، واللي طبعا ربطها سوية راح يحولها من لوكال اير نتورك الى وايد اير نتورك. بعد ذلك راح نسولف ايضا عن كيفيه استخدام بروتوكولات الايثرنت كتقنيه وان. يعني احنا نعرف انه الايثرنت هي فقط شغلتها اداره الشبكه المحليه لوكال اير نتورك من خلال الماك ادريسز ويعني الفيزيكال ادريسز وهذه الامور. شلون نقدر نستخدمها في شبكات وايد اير نتورك؟ هذه ايضا راح نسولف عنها. واخيرا اكسسنج ذا انترنت، كيفيه الوصول الى الانترنت كشبكة يعني تعتبر هي أكبر شبكة وان عالمية موجودة اليوم. مبدئيا الفرق بين اللان والوان. اللان اللي هي Local Area Network، الشبكة المحلية اللي تقدر تربط أجهزتها كلها عن طريق الماك أدرس، يعني فقط ما تحتاج توصل إلى Layer 3، كل الأمور تقدر تديرها من خلال Switch أو Bridge أو Hub، وتقدر تربط أجهزتها كلها عن طريق الماك أدرس. هذه ممكن تكون لان. بعد ذلك إذا جينا ربطنا راوتر وانتقلنا إلى مسافات بعيدة راح نعبر إلى الوان Wide Area Network. هنا طبعا الوان ايضا ممكن انه تربطك بلان اخرى بعيده في مكان اخر.
هنا طبعا هذه ممكن تكون مسافة جغرافية صغيرة. هنا طبعا ندخل على مستوى الوان، لا بعد تصير الأمور كبيرة يعني كيلومترات أو على مستوى الكرة الأرضية. فدائما يعني أغلب الأحيان الانتربرايز نتورك، شبكة الشركة أو شبكة المؤسسة، تتكون من عدة خطوط أو من عدة أماكن تربطهم سوية من خلال ما يسمى بالليست لاين، اللي هو قد يكون خط ضوئي، خط يعني كوكسل كيبل، وايرلس، مايكروويف إلى آخره. هذه الخطوط تربطها مع بعضها البعض الآخر على متكون في شبكة كبيرة جدا سميناها الوايد أريا نتورك. طبعا سوري أكو عندنا شخص انضم. طبعا سوري مرة أخرى. هذه الخطوط المؤجرة ممكن تكون يعني تربط لك المواقع البعيدة عن بعضها البعض الآخر، يعني بالبيلدينج الأولى بالبناية الأولى ممكن تكون عندك مجموعة حاسبات مربوطة بسويتش، مجموعة حاسبات أخرى في سويتش ثاني، ذكرنا أنه هذه ممكن تكون في بناية ثانية أو في طابق ثاني، هذا كلها نجمعها سوية وترتبط إلى راوتر. الراوتر هذا راح يربطك إلى البناية الثانية أو الموقع الثاني من خلال آلاف الكيلومترات أو آلاف الأميال. ممكن تكون مثل ما ذكرنا كواكس فايبر أوبتيك، أسلاك ضوئية مدفونة تحت الأرض، أو ممكن تكون مايكرويف بوينت تو بوينت، نقاط ربط. هذه هي كلها تعتبر ليست لاين، اللي هي خطوط مؤجرة. أنواع الخطوط المؤجرة والكلمات أو المصطلحات اللي نستخدمها مع هذا النوع من الشبكات، واحدة من التي نسموها الليست سيركت أو السيركت، الدائرة المؤجرة أو الدائرة بصورة عامة. كلمة اللاين وكلمة السيركت دائما تستخدم as synonyms. synonyms يعني مرادفات، من نقول أنه إحنا عندنا ليست لاين أو ليست سيركت، دائرة مؤجرة أو خط مؤجر. اثنين في مصطلحات الاتصالات هنا نفس الشيء، السيركت makes reference to the electrical circuit between the two endpoints. عادة احنا نستخدم دائرة يعني كلمة دائرة أو سيركت للإشارة إلى الحقيقة الكهربائية، أنه أكو عندك في الدائرة تربط نقطتين سوية، واللي هي ممكن تكون نسميها سيركت أو نسميها لاين، كل الحالتين هي صحيحة. أيضا ممكن تستخدم في شيء يسمونه السيريال لينك أو السيريال لاين، الرابط المتوالي أو الخط المتوالي. أيضا كلمة لينك ولاين تستخدم عادة كمرادفات، أي واحدة من التي تستخدمها صحيحة. أما كلمة سيريال فهي للدلالة على أنه إحنا قاعد البتات قاعد نرسلهن بشكل متسلسل، يعني واحدة وراء الثانية. سيريال على عكس البارالل، تعرفون شو الفرق بيناتهم؟ إذا مشتغلين في الدوائر الإلكترونية أو الكهربائية دائما أكو عندك فرق جوهري بين السيريال والبارالل. يعني أستاذ من ناحية الكهرباء أستاذ وال نعم كهرباء أو إلكترونيك بصورة عامة التيار ثابت، يعني إذا بسوا التيار ثابت وبالمتوازي الفولتية ثابتة. نعم احنا هنا اللي اقصد بها انه البتات ماتك ممكن ترسل بمجموعة من الاسلاك المتوازية بحيث انه ترسل اكثر من بت في الوقت الواحد. هذه طبعا راح تكون بارالل، اللي هي ممكن كانت تكون يعني كيبلات قديمة او يعني كونكترات قديمة كانت من نوع بارالل. اما حاليا فكلها سيريال، يعني كل اللي قاعد احنا نستخدمه حاليا هو سيريال، خصوصا عندما تكون عندك المسافات بعيده. ايضا عندك البوينت تو بوينت لينك او البوينت تو بوينت لاين، لينك او لاين ايضا مثل ما ذكرنا انها تستخدم مع بعضها البعض الاخر. نوعيه الاتصال هنا هي بوينت تو بوينت، يعني من نقطه الى نقطه اخرى مقابله لها. هذا طبعا these terms refer to the fact that the topology stretches between two points. التوبولوجي او طريقه الربط اللي عندك هي فقط بين نقطتين، فنسميها بوينت تو بوينت. وهذه ممكن مثل ما ذكرنا ممكن تكون فايبر اوبتيك، ممكن تكون مايكرويف يعني point to point وايرلس أو وايرلس. نعم نعم سوري أكو عندنا شخص مين انضم. زين هاي مسألة الانضمام يعني نوقفها في لحظة معينة لو نخليها مفتوحة؟ لا لا دكتور خليها مفتوحة، تدري نوبات ظروف ما نعرف. الدكتور يعني دائما هو قبل يدخل شلون الزوم؟ ما اعرف صراحه شلون اسوي هاي الطريقه، يعني هي بالزوم انا كانت يعني اثناء اعداد الاجتماع تقدر اسوي هذا الشيء مباشره، بس هنا انا ما اعرف يعني شلون اسويها، احاول ان ادور عليها ان شاء الله اخليها مباشر ان شاء الله. فهنا عندك ممكن تكون بوينت تو بوينت، هذه تعتبر ايضا هي عباره عن ليست لاين، خط مؤجر وممكن انه يكون مثل ما ذكرنا سلكي او لاسلكي. التي 1 ايضا هي واحده من انواع الليست لاين، كانت قديمه جدا يعني تقدر ترسل لك فقط 1.544 ميجا بت بير سكند، يعني 1.544 ميجا بت بير سكند، هذه قديمه جدا يعني ما اعتقد لها وجود بعد. الوان لينك اللي هي الوايد اريا نتورك لينكس او اللينك بصوره عامه، هذه اثنيناتهم يعني جنرال تيرم، مصطلح عام جدا لا يشير الى اي مواصفات. يعني من يقول لك وان لينك، وان لينك ما بيها مواصفات، ما بيها فد معنى،
مثل ما ذكرنا ممكن تكون واير، ممكن تكون وايرلس، مواصفات السلك او مواصفات الناقل غير معروفه. ممكن تكون نستخدم شيء يسمى برايفت لاين. برايفت لاين اللي هو خط يعني خاص، هذا يشير الى انه عندك بيانات راح ترسل يعني من خلال سلك خاص بك فقط، cannot be copied by other telco customers، ما ممكن نسخها او مشاهدتها من قبل المستخدمين الاخرين لشركه الاتصالات، فبالتالي هنا بياناتك راح تكون برايفت. هذه ممكن الشركات او المؤسسات الحكوميه اللي عندها فد اهتمام عالي جدا بالخصوصيه بالبرايفسي تاجر فد خط يكون هذا يعني ديديكيتد فقط لها، او بس نعرف احنا بالمقابل راح تكون هاي الكلفه عاليه جدا والاداء يعني راح تكون انت فقط مسؤول عن الاداء، اي صيانه اي مشاكل تصير انت راح تتحمل تكاليف يعني بناء وتشغيل راح تكون اكبر بكثير. فهذا ايضا يعني ممكن تكون نوع من انواع ال وان لينك. هي مجموعه، هي مو مجموعه الان تصير ها ال هنا العفو استاذ، هنا هو قاعد يسولف على الاسماء اللي تنطيها للخطوط المؤجره. من تأجر خط هاي هنا من تأجر خط معين تقدر تنطي واحدة من هاي التسميات. كل واحدة من هالتسميات شنو معناتها؟ ليش نستخدم هاي التسميات؟ كل واحدة منها تختلف عن الثانية. فهنا نسولف على مجموعة هاي الأمور. من أقول أكو عندي وان لينك أو لينك فقط بصورة عامة. These terms are very general. هذه المصطلحات عامة جدا. With no reference to any specific technology. يعني ما بها أي وصف للتقنية المستخدمة بالنقل. مثل ما ذكرنا الوان لينك ممكن يكون واير أو وايرلس. ممكن يكون يعني كوكسل كيبل فايبر اوبتيك الكثير من الامور الاخرى. فبالتالي هذا المصطلح ايضا ممكن يستخدم للليست لاين الخطوط المؤجره ولكنه بدون اعطاء اي تفاصيل عن التقنيه المستخدمه. نعم. البوسيبل كيبلينج انسايد ا تيليكو فور ا شورت ليست لاين، هنا ايضا يعني واحده من الطرق اللي تقدر تربط بها البنايات المتعدده التابعه لشركه واحده، انه انت ايضا مثل ما ذكرنا كل واحده من السايتات او كل واحده من البنايات من خلال راوتر تبث ايضا يعني او ترسل فد اشاره معينه، تستلم السويتش في البنايه الاخرى، سويتش للبنايه الثالثه، راوتر للبنايه الرابعه، وهكذا. هذه واحده من الطرق اللي ممكن تستخدمها من خلال يعني مثل ما ذكرنا بوينت تو بوينت انتنات مثل اللي موجوده عندنا هسه حاليا في اغلب الاستخدامات، او ممكن يكون هو خط يعني فايبر اوبتيك ومدفون تحت الارض اندر جراوند. هذه ايضا واحده من الطرق اللي تقدر تستخدمها لربط المواقع المتباعده او لربط اللانات المتعدده بوان وحده. نعم استاذ تفضل. دكتور يعني هم يصير بهنا وايرلس بهاي العمليه؟ نعم نعم نعم، يعني اغلب الاحيان هسه اذا ما عندك الكلفه او الامكانيه انه تحفر وتدفن تحت الارض تخلي هنا عندك انتنة يعني بوينت تو بوينت، هنا انتنة وهنا انتنة وتبث، مثل اللي موجود عندنا هسه ابسط التطبيقات مثلا كاميرات المراقبه في الكثير من الشركات كثير من المؤسسات هم رابطين بوينت تو بوينت، يعني كاميرا تصور وتاخذ بياناتها كلهن على توديهن وايرلس الى المحطه الرئيسيه اللي ترتبط بها بدون حتى ابراج اتصالات الحاليه. بالضبط نعم نعم. اكو عندنا ايضا شخص، اهلا وسهلا استاذ علي. كاميرات المراقبه مال الشوارع حاليا هم نفس نعم. طيب فانت قلت لك يعني هنا شلون تقدر تربط اللانات سويه من خلال يعني بوينت تو بوينت، ممكن تكون واير ممكن تكون وايرلس حسب الميزانية حسب المكان اللي انت تشتغل به حسب المسافات وهكذا الكثير من الاعتبارات الاخرى. واحدة من التقنيات المستخدمة نعم احسن بس يعني سألي حسب ما فهمت انه اي شبكة يدخل بها الراوتر اعتبرت وان. نعم نعم نعم. بس هي شنو يعني سابقا كان الكلام انه الفرق بين اللان والوان انه اللان تغطي مساحة جغرافية صغيرة، الوان هي المساحة الجغرافية الاكبر. هذا شيء صحيح. نعم صدق. فاهمها. هنا احنا قاعد نسولف على التكنولوجيز او التقنيه المستخدمه باللان والوان. التقنيات المستخدمه باللان هي مثل ما ذكرنا سويتشات والامور ماشيه تمام. من نحتاج الراوتر على مود نرتبط مع مكان بعيد نسبيا فهو ايضا تحققت عندك شرطين، اول شيء احتاجيه تقنيات جديده اللي هي وان تكنولوجيز، وايضا احتاجيه الى طرق جديده لربط المواقع مع بعضها البعض الاخر. يعني بعد هنا اليو تي بي والاس تي بي بعد ما يكفي، تحتاج اما فايبر او تحتاج وايرلس. تمام شكرا. نعم. واحدة من الطرق أو واحدة من البروتوكولات المستخدمة أيضا في شبكات الوان هي يسموها الهاي ليفل داتا لينك كنترول HDLC فريمينج، وهذه طبعا تعتبر هي بروبرتري سيسكو HDLC. يعني شنو؟ يعني خاصة بشركة سيسكو، يعني ما مستخدمة بالشركات الأخرى.
طبعا هذه الفريم مالته اللي موجود يقسم الى هذا الشكل. بالبدايه اكو عندك بايت واحد الفلاج، بايت واحد الادرس، بايت واحد الكنترول، 2 بايتات للتايب. واذا تذكرون بالمحاضره السابقه قلنا بانه التايب ممكن يكون اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6. الفاريبل هذا طبعا يقصد بها فاريبل لينث، يعني طول مختلف للبيانات. واخيرا الاف سي اس اللي هي كود، يعني الكود الخاص بكشف الاخطاء. هذا تقريبا مشابه الى حد كبير للفريم للايرثلينك او الايثرنت سوري. شلون نقدر نسوي عمليه راوتينج بين لانات مختلفه على مود نوصلها من لان الى لان عبر الوان؟ ايضا يعني اول اي جهاز يريد يرسل فد بيانات معينه موجود هو ضمن لان معينه، يقول يا ترى الفاينل ديستنيشن هو بي سي 2، انا اريد انا كبي سي 1 الحاسوب هذا يريد يرسل بيانات الى البي سي 2. طبعا بي سي 2 ممكن يكون هو بي سي شخصي، يعني تريد ترسل بوينت يعني 1 تو 1 او يونيكاست، او ممكن يكون هو عباره عن سيرفر انت تكتب العنوان مالته www.google.com. انا اريد ارسل رساله الى google.com مثلا او microsoft.com. هنا انت موجود داخل هاي اللان مباشره، اول جهاز تتصل به ممكن يكون سويتش او ممكن يكون راوتر او ممكن يكون اي شيء، راح يباوع على الديستنيشن الادرس، الديستنيشن ادرس اللي انت تريد تودي له. هل هو موجود ضمن اللان الحاليه؟ هل هو موجود ضمن الشبكه المحليه مالتي؟ اذا موجود ضمن الشبكه المحليه مباشره يرسل لي اياه. اذا ما موجود ضمن الشبكه المحليه لا مباشره وين يودي؟ الى اقرب راوتر. ليش؟ لانه الراوتر راح يربطه بشبكات اخرى. هو سمع يعرف هذا الراوتر راح يربطه بهاي الشبكه اللي انت تريدها اللي هي موجود بها البي سي 2 مباشره او ايضا عبر شبكات اخرى. هو ما يهمه هذا الشيء، فقط يهمه السويتش اللي موجود هنا انه اذا كانت الديستنيشن اللي انت تريدها موجوده ضمن اللان يودي رسالتك مباشره لها. اذا ما كانت موجوده ضمن اللان يوديها للسويتش او للراوتر، والراوتر هو يتكفل بها. الراوتر طبعا راح يجي شو يسوي؟ يدور بالراوتينج تيبل في جدول التوجيه اللي موجود في داخله اللي هو يحدث بشكل مستمر من خلال بروتوكولات التوجيه اللي هن راوتينج بروتوكولز او راوتينج الجوريثمز. راح يدور يقول بانه يابا انا على مود اوصل للبي سي 2 وين اودي البيانات؟ للبورت 1، للبورت 2، بورت 3، بورت 5، بورت 6، لان الراوتر هم يعني ممكن تكون به 10 20 30 بورت. فايضا لازم يعرف هو البي سي 2 اللي هو طبعا هنا هذا من نقول احنا ديستنيشن بي سي 2 معناته احنا عندنا اي بي ادرس وماك ادرس. من خلال هاي العناوين يقدر يقول بانه اوكي انا لازم ادسها الى هذا المكان او من خلال هذا البورت. هذا البورت ايضا من خلال فد سلك او وايرلس راح يوصل الى هاي النقطه الى هذا البورت من هذا الراوتر. هذا الراوتر ايضا راح يقول بانه يابا الفاينل ديستنيشن هو ترى بي سي 2 وين ادزه؟ سند تو ذا نكست بي سي 2. ايضا لازم يدور على البورت المناسب اللي من خلاله يدزه الى البي سي 2 او الى اللان اللي تحتوي على البي سي 2، ومن خلالها طبعا راح توصل الرساله. هنا طبعا شنو صار عندنا؟ هنا اكو عندك سويتشنج تيبل، هنا الجهاز الاول اللي يرتبط بالبي سي، وهنا اكو عندك راوتينج تيبل، وهنا اكو عندك راوتينج تيبل، وهنا ايضا اكو عندك سويتشنج تيبل. يلا توصل الرساله الى البي سي 2. كل هذه الامور الراوتينج والسويتشنج ان شاء الله راح نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال الباكيت تريسر ومن خلال اللابات العمليه ان شاء الله في يعني المحاضرات القادمه. بس هي الفكره بصوره عامه هي انه التوجيه يصير من خلال هذه الامور. في كل خطوه من الخطوات لازم اكو قرار يتم اتخاذه بانه احنا وين نودي هاي البيانات؟ نخليه يمنا باللان مالتنا لو نوديه للوان، وبالوان ايضا وين تروح؟ باي واحد من البورتات او اي واحد من اللينكات الخاصه بالراوتر. هاي كل القرارات يتخذها الراوتر والسويتش من خلال الراوتينج تيبل والسويتشنج تيبل. دكتور العفو، القرار اللي يتخذ الراوتر بناء الفريم مالي يعني الباكيت مال المعلومات يشوف شنو العنوان ويدز عليه للبي سي 2؟ نعم يفتح الباكيت او الفريم او السيجمنت ويباوع بداخلها الاي بي ادرس السورس والديستنيشن والماك ادرس السورس والديستنيشن، وعلى اساس يقارنه هو الجدول اللي مخزون في داخله، ومن خلاله يقدر يعرف انه وين يودي للخطوه المقبله يعني. تمام دكتور. وهاي ايضا تفاصيل اكثر عليها ان شاء الله موجوده باليوتيوب يعني على الكورس الشبكات. احدد لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي موجوده بهاي التفاصيل بعد المحاضره. احنا ايضا يعني كانت ببالي فكره انه ويا كل محاضره نسوي عندنا شلون ريدنج اساينمنت، يعني بدل يعني ويا الهوم ورك راح يكون عندك واجب مشاهده عده فيديوهات اللي لها علاقه بشرحنا. فلازم يعني بالهوم ورك من يجيك تاشر انه انا اوكي هذا الاجوبه صح وخطا وفراغات واختيارات، وكودك ايضا مكانات لازم تاشر بانه انا شاهدت الفيديو 1 2 3 4 5 اعطيك روابطهم يعني، ورا ما تكملهن تاشر عليهن. راح يكون عندنا يعني هو هذا جزء من الهوم ورك لكل واحده من المحاضرات ان شاء الله. ايضا عندنا نعم
واحدة من الكونسبتس أو المفاهيم الخاصة بالراوتر ديكابسوليشن. ديكابسوليشن سولفنا عنها بالمحاضرة الفاتت أيضا أو قبلها إذا تذكرون، أنه إحنا أي باكت تجيني راح تحتوي على الاي بي باكت اللي هو يعني البيانات الأصلية الخاصة بالطبقة الثالثة، زائدا بيانات الـ 802.3 إذا تذكرون هي الإيثرنت يعني الـLayer 2 يعني هذا الهيدر والتريلر. فالبيانات اللي تجي من البي سي 1 للسويتش، السويتش راح يباوع على هاي الموضوع اللي موجود بثنانة. اوكي يقول هاي بيانات موجودة بالطبقة الثالثة أنا ما لي علاقة بها، السويتش يفتهم فقط بيانات الطبقة الثانية، على أساس بيانات الطبقة الثانية راح يدسها إلى الراوتر 1. فالراوتر 1 أيضا على مود يدسها عبر الوان راح يستخدم الـ HDLC اللي سولفنا عنها قبل شوية، واللي أيضا راح كأنه تعمل عملية الإنكابسوليشن والديكابسوليشن، أيضا تباوع على الـ IP packet مثل ما هو، فقط تبدل الهيدر مالت الايثرنت الى هيدر مال اتش دي ال سي، التريلر مالت الايثرنت تبدل الى يعني تريلر خاص بالاتش دي ال سي، وايضا يرسل من الراوتر 1 الى الراوتر 2 نفس الحاله. بالراوتر 2 راح يحول الى السويتش، بالسويتش راح تتحول ايضا مره اخرى ايثرنت ايثرنت يعني هيدر وتريلر. هذه ايضا العمليه يعني كانه الرساله مالتك عمليه الانكابسوليشن الكبسله وازاله الكبسله، عندما تنتقل الرساله من جهاز الى اخر فانه يعني كل جهاز يجي يفتح الكبسوله والنوب يرجع يقرر انه هل ارجع اخليها في نفس الكبسوله القديمه لو انا اخليها كبسوله من يمي. هذا الشيء يعتمد على انتقالها من اللان الى الوان او بقاها في اللان نفسها. ايضا واحده من الامور اللي موجوده اللي هي الفايبر ايثرنت لينك تو ذا تو كونكت ذا كاستمر بريمسز ايكويبمنت سي بي اي راوتر تو ذا سيرفيس بروفايدر. هذا ايضا تداعما يعني يكون عندك هذا السي بي اي اللي هو يعني او الكاستمر بريمسز ايكويبمنت، ممكن يكون هذا يعني اكسس بوينت، ممكن يكون راوتر، ممكن يكون هاي الانتنة اللي فوق البيت اللي هو كاستمر سايت يعني هذا موقع الخاص بالكاستمر. هذا يرتبط بالانترنت بصوره عامه يعني من خلال الفايبر اوبتيك فايبر ايثرنت اكسس لينك، هذا يربطه ايضا الى السيرفيس بروفايدر الاول. انت يعني مباشره يعني الراوتر اللي موجود عندك بالبيت يتصل بالانتنة اللي فوق البيت، هذه تتصل مباشرة بالسيرفيس بروفايدر الخاص بيك اللي هو مزود الخدمة. هذا مزود الخدمة طبعا وراها راح تدخل في هذه الغيمة الكبيرة اللي هي سيرفيس بروفايدرز ايثرنت وان سيرفيس. هذا طبعا كل سيرفيس بروفايدر يتصل بالسيرفيس بروفايدرز الاخرين. هنا اللي يصير داخل هاي الغيمة هو خارج نطاق دراستك بالسي سي ان اي، يعني سي سي ان اي ما دائما يخلوا لك هاي الامور اللي هي على شكل غيمة من الامور اللي هي انت ما مسؤول عنها، يعني انت غير مسؤول عن دراستها على الاقل في السي سي ان اي. بعد ذلك طبعا تدخل سي سي ام بي سي سي اي لا تحتاج انه تعرف كل التفاصيل، كل خطوه على الطريق لازم تعرفها شنو يصير بيها. هنا يهمك انت هذا اللينك ويهمك هذا اللينك. ايضا هنا عندك سيرفيس بروفايدر الثاني طبعا هذا اللي في الطرف الاخر راح يستلم الرساله وايضا يدسها عن طريق فايبر اوبتيك للسي بي اي الخاصه بالسايت الثاني في الطرف الاخر. نفس الشيء هنا طبعا ممكن انه تستخدم هنا قبل شويه قلنا ممكن نستخدم الاتش دي ال سي اللي هي بروبرتري خاصه بسيسكو، مقابلها ايضا اكو عندنا فشيء ثاني اللي هو الايثرنت اوفر ام بي ال اس، هذا ايضا ممكن تستخدمه كبروتوكول يستخدم بالوان. طبعا الام بي ال اس اللي هي يعني يعتبر شيء جديد نسبيا ولكنه الان يعني اكثر تركيز الشبكات في العالم عليه، اللي هو يعني ملتي بروتوكول ليبل سويتشنج، يعتبر فشي موجود على قولتهم موجود في الطبقه 2.5 يعني ما بين الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه، يجمع في خصائصه ما بين الاداره من خلال الماك ادرس وكذلك الاي بي ادرس. هنا ايضا بياناتك الموجوده في داخل اللان الوحده يتحكم بها بروتوكول الايثرنت او مجموعه بروتوكولات الايثرنت. بعد ذلك من توصل للراوتر وتعبر الى الوان ممكن هنا ايضا تشتغل يعني ما فايبر اوبتيك او غيرها، فقط انت راح تشتغل ايثرنت اوفر ملتي بروتوكول ليبل سويتشنج، هذا نوع البروتوكول المستخدم. تفاصيله راح تجينا ان شاء الله يعني، بس هنا فقط تريد تعرف يعني شنو الاوبشنز او شنو الخيارات اللي ممكن تستخدمها لربط لان مع لان اخرى عبر الوان. بعد ذلك طبعا من ينتقل الراوتر 2 بعدها للسويتش يعني اللان الثانيه ايضا ترجع تستخدم الايثرنت. فهذه كلها فقط يعني هنا طبعا يراويك انه شنو الراوتنج اللي راح يصير هنا. نفس الحاله هنا راح يكون عندك يعني الاي بي باكيت موجود في كبسوله ايثرنت اللي هي بها اي بي ميديم اكسس كنترول هيدر ميديم اكسس كنترول تريلر، هذه باللان من تنتقل للراوتر ومن الراوتر تنتقل الى الوان. شوف هنا ايضا رجعت عندك هذا مفهوم الغيمه، انا هنا قاعد يصير فشي احنا ما لنا علاقه به ما نعرف شنو هو، فشي هيدن بالنسبه لنا. هنا ايضا راح تكون القضيه هنا شنو
عندك سورس اي بي ادرس الديستنيشن اي بي ادرس بس هنا اذا تلاحظ وين موجودات بعت الايثرنت زين هنا انا شلون قبل شويه قلت بانه هنا الايثرنت تشتغل عندي فقط باللان هنا انا هسه موجود عندي انا وان بس بعتها ايثرنت تشتغل ليش لانه استخدمت هذا البروتوكول اللي هو الايثرنت اوفر ام بي ال اس فهنا تقدر تظل تشتغل على الايثرنت حتى وان كنت في داخل بيئه الوان من خلال استخدام الام بي ال اس بعد ذلك طبعا ينتقل الباكيتات توصل الى راوتر الثاني تدخل مره ثانيه الى لان وترجع تستخدم الايثرنت العادي هذه واحده ايضا من الامور اللي ممكن تستخدمها لربط الاجهزه يعني الموجوده في بنايه معينه في منطقه معينه ببنايه اخرى في منطقه اخرى من خلال شبكات الوان وهذه ايضا يعني كاوبشنز كخيارات انت تختارها بالراوتر الخاص بك هنا انه هذا راوتر مالتي من اريد يرسل بيانات يرسلهم باستخدام اي بروتوكول او راح يكبسلهم او يضعهم في كبسوله من اي نوع هذا الشيء انت تقدر تتحكم به نفس الشيء انت يعني تتفق طبعا مع مهندس الشبكات الموجود في الطرف الاخر او انت نفسك راح تكون تجي تسوي كونفيجريشن لهذا الراوتر وكونفيجريشن لهذا الراوتر بحيث تتحكم بنوعيه البروتوكول المستخدم لربط هذه الراوترات مع بعضها البعض الاخر باستخدام فيرتشوال برايفت نتورك فيرتشوال لان الى اخره هنا ايضا طبعا منطيق فد يعني تفصيل مبسط على كيفيه الراوتينج اللي قاعد يصير هنا البي سي 1 سيندينج ان اي بي باكيت تو بي سي 2 البي سي الاول يحتوي على اي بي ادرس الخاص بي اللي هو 150.150.1.10 وذاكر بها بانه يا ديستنيشن از ان انذر جروب الحاسوب اللي اريد اوصل له موجود في مجموعه ثانيه سو سنت تو ا نير باي راوتر بما انه هو موجود في انذر جروب معناته هو موجود في لان ثانيه معناته هو ما موجود عندي في اللان المحليه في اللوكال ايريا نتورك فاحتاج ارسلها وين الى اقرب راوتر دز الاي بي باكيت مالته الى اقرب راوتر هنا الراوتر اجى فحص الراوتينج تيبل الخاص به اللي هو جدول التوجيه شاف انه طبعا هنا هي يعني اعبر لك عنها بمصطلحاتنا البشريه على ما تقدر تفهم شنو قاعد يصير يقول لك بانه ماي راوت سيز سنت تو ار2 يعني الراوت تيبل جدول التوجيه اللي موجود في داخل هذا الراوتر يقول بانه على مود توصل بيانات الحاسوب بي سي 1 الى الحاسوب بي سي 2 احتاج ادز البيانات مالتي الى الراوتر اللي رقمه 2 ار2 فدور على السيريال لينك هذا اللي يربط الار1 بالار2 ودز البيانات من خلاله وصل البيانات الى راوتر 2 الراوتر 2 ايضا هنا اجى دور بالراوتينج تيبل الخاص به راد يعرف بانه هذا العنوان مالت البي سي 2 وين موجود ايضا قال بانه يابا ماي راوت سيز سنت تو بي سي 3 يعني جدول التوجيه الموجود في داخلي يقول يابا دز البيانات الى الراوتر الثالث طبعا هنا دزنا للراوتر الثالث ايضا هنا عن طريق فاست ايثرنت اللي اسمه 00 ايضا استخدم لك هذا الايثرنت اوفر ام بي ال اس دزها يعني عن طريق الوان وصلت الى الطرف الثاني للراوتر 3 الراوتر 3 من استلم البيانات بعدها لحد الان هي اي بي باكيت نفسها يقول يابا ماي راوت سيز سند دايركتلي تو بي سي 2 هنا يقول بأنه يا جدول التوجيه اللي خاص بيه شاف بأنه العنوان المطلوب موجود ضمن اللان الخاصة بيه فمباشرة أرسلها إلى البي سي 2 فتوصل الرسالة بهاي الطريقة تمام شباب واضح إن شاء الله لحد الآن الأمور واضح إن شاء الله تمام صورة تمام دكتور واضح تمام نفس هذا الكلام هسه اللي حكينا استونا راح يضيف عليه تفاصيل أكثر من خلال اعطائك يعني مفهوم الانكابسوليشن او الكبسله وكذلك الراوتينج تيبل الخاص بكل واحده منها ايضا نفس الشيء هنا يقول يا بال بي سي 1 اريد ارسل رساله معينه الى البي سي 2 الحاسوب الاول يريد يرسل رساله للحاسوب الثاني فهنا طبعا البيانات اللي يريد يرسلها موجودات في داخل هذا الاي بي باكيت غلفناها بايثرنت هيدر وايثرنت تريلر اللي هو الطبقه الثانيه الهيدر الخاص بالطبقه الثانيه والتريلر الخاص بالطبقه الثانيه هذه اجت وين راحت الى اقرب راوتر الراوتر هنا اذا قرر انه يستخدم ال HDLC ك هيدر وتريلر راح يدسهم مره ثانيه الى راوتر من راوتر 1 الى راوتر 2 طبعا هنا شنو يعني اجى شاف الراوتينج تيبل قال لي يا ترى على مود تروح الى السبنت اللي هي 150.150.4.0 لازم تروح من خلال الانترفيس اللي مربوط على السيريال 0 والنيكست هوب الخطوه المقبله راح تكون هي 150.150.2.7 فدز على السيريال بورت اللي هو اس نوت او اس 0 ووصل الى النكست هوب اللي هو القفز المقبل اللي هي 150.150.2.7 هذه بنوصل هنا للراوتينج تيبل هنا شاف انه بالراوتينج تيبل على مود توصل الى هذا المكان اللي هو 150.150.4.0 لازم تروح من خلال الفاست ايثرنت 00 هذا كانترفيس
وراح يوديك الى الخطوه المقبله. نعم عفوا دكتور. نعم تفضل صح دكتور. هاي اول واحده احنا عندنا الاي بي 50 50 1 10 والثانيه 50 50 1 4 يعني هاي الاي بي مال الراوتر كل راوتر يعني خاص بهذا الاي بي يعني مو كان عندنا متسلسل اي بي ايات. خوش سؤال عشتي لك. البي سي كجهاز كمبيوتر يحتوي على اي بي واحد فقط تمام، ولكنه الراوتر تمام كل واحده من البورتات ما تاكلها اي بي خاص بيها تمام. فهنا انا كبي سي من جد دزيت البيانات مالتي دزيتهن الى البورت اللي عنوانه 150 150 1 4. اكو بورت ثاني الى عنوان ثاني يختلف. هنا ايضا البورت الاول هنا اسمه 150 150 2 7 اللي هو هنا مربوط، اما هذا البورت الثاني فالى عنوان ثاني وهكذا تختلف يعني الامور. فانت راح تدز الى البورت القريب عليك اللي هو يحتوي على اي بي خاص بي، وهو هذا الشيء اللي يعني المميز بالراوتر اللي يختلف عن السويتش، انه الراوتر ممكن يربط شبكتين مختلفه تماما من ناحيه الاي بي كلاس. يعني هذا ممكن وحده تكون كلاس اي وحده تكون كلاس بي، وحده ممكن تكون 150 150 وحده ممكن تكون 230 230. هذه الميزه الرئيسيه بالراوتر، وهو ممكن انه يعني ياخذك من شبكه الى شبكه ثانيه او من كلاس الى كلاس ثاني. واضح ان شاء الله؟ واضح دكتور اشتري. تمام. بالراوتر الثاني قلنا بانه هو اجى شاف الديستنيشن اي بي ادرس يعني هنا الموجود او بالاي بي باكيت، قال لي على مود اوصل الى هذا السبنت ماسك او السبنت او الشبكه الفرعيه لازم تدز بياناتك على هذا الانترفيس او هذه الواجهه او هذا البورت، وراح يوديك الى هذه النقطه المقبله اللي هي 150 150 3 1. فعلا دزينا البيانات عن طريق هذا البورت اللي هو فاست ايثرنت 00 وودانا الى 150 150 3 1. هذا البورت اللي هنا موجود. ايضا فتحنا البيانات اللي وصلت لنا وشفنا الراوتر اللي شاف بانه يابا انت تريد توصل ل 150 150 4 0، فهذه موجوده عندي قريبه يعني بس مباشره نوديها الى الانترفيس اللي هو جيجا بيت 00، وهذا راح يربطها مباشره الى البي سي 2. فانت وصلت الى المكان اللي تريد توصل اللي هو 150 كسبنت هو 150 150 4 0، ولكن كاي بي ادرس هو 150 150 4 10. هذا اللي هو الخاص بالبي سي 2. فهذه الخطوات اللي تمر بها البيانات منذ لحظة انطلاقها من البي سي الأول حتى لحظة وصولها إلى البي سي الثاني عبر لان ولان ووان بالوسط يعني وايت اريا نتورك. هنا طبعاً الاي بي ادرس هيدر اللي هو يعني البيانات الرئيسية الخاصة بها، هذه أيضاً مشروحة بشكل مفصل في الكورس على اليوتيوب، إن شاء الله راح يكون عندكم رابط الفيديو الخاص بها يعني في جروب تليجرام إن شاء الله راح يكون. طبعا هذا ايضا مقسم على شكل 4 بايتات يعني عرض كل واحده منها 4 بايت. ايضا الفيرجن الخاص بها اللي هو 4 لوس 6، الطول الخاص بهذا الباكيت كله، الدي اس فيلد، الباكيت لينث، الايدنتيفيكيشن، الفلاجز، هذا بقيه الامور كلهم ذني، اضافه الى السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس، هذا اللي لازم يكون الموجودات، هذا اللي كلهم موجودات يعني هذا الشرح المفصل مالته يعني في الكتاب موجود وايضا في الكورس على اليوتيوب. Example of how routing protocols advertise about networks and subnets. نفس الشيء اللي سولفناه قبل شويه. اول ما البي سيات او الاجهزه ترسل اشاره معينه او رساله معينه، مبدئيا الراوتر اول ما تشغله هو ما يعرف اي شيء. فمباشره يعني على مود يقدر يتعلم يعني او يملي الراوتنج تيبل الخاص به، يبدي يسوي عمليه برودكاست بث الى كل البورتات. وكل البورتات اللي يدزلهن راح ترجع له بيانات تقول له بانه يابا انا مثلا موجود في فلان مكان. يعني هنا هسه مثلا عندك هذا البي سي 2 اذا يدرس البيانات معينه يدرسها للراوتر، الراوتر راح يروح يتصل بالراوتر اللي بصفه ويساله انه انت شنو المرتبط بيك؟ الراوتر بصفه يقول انا ما اعرف اي شيء، يروح يتصل بالراوتر اللي بصفه وكل واحده من راح تسوي عمليه يعني بوبوليشن للراوتنج تيبل. يعني الراوتنج تيبل بالبدايه راح يكون فارغ ان شاء الله اليوم اذا صار عندنا مجال او باشر راح اراويكم شلون انه حتى السويتشنج تيبل الخاص بالسويتش شلون بالبدايه يكون فارغ وبعد كل عمليه بينك يصير عندك يعني اضافه جديده، يعني فيصير عندك حقل جديد، يعني هاي الحقول هذا الحقل الاول الثاني الثالث الرابع كلها تنترس من خلال ارسال واستقبال بيانات ويتم تحديثها بشكل مستمر بالاعتماد على واحده من بروتوكولات او خوارزميات التوجيه او السويتشنج. البيسك دي ان اس نيم ريزولوشن ريكوست. الدي ان اس تعرفونه شنو شباب؟ دومين نيم سيستم، سامعين بها؟ دائما عندنا مشاكل من تفتح صفحه وما تفتح عندك راسا يقول لك بانه يابا الدي ان اس سيرفر از نوت ريسبوندينج او الدي ان اس سيرفر بمشكله معينه.
تعرفون شنو دي ان اس؟ استاذ مر عليه بس والله ناسي يعني. تمام تمام حلو مو مشكله. مبدئيا انت اللي يحول الاسم الاسم الى اي بي والاي بي الى اسم. ها ارسي لك بالضبط بالضبط. مبدئيا انت يعني ارقام الاي بيات مثل ما ذكرنا يعني هن 4 مليون او 4 مليار اي بي من 0000 الى 255 255 255 255. هذه مستحيل كلها نحفظها كلها على مود نقدر نوصل الى اي مكان نريده. فش سوينا؟ يعني طرحوا فكره انه احنا نخلي فد اسماء يسهل على البشر تذكرها. يعني مثلا www.google.com هذه انا اقدر اتذكرها بس انا ما اعرف شنو الاي بي مالتها. فانا من اجي اكتب بالمتصفح مالتي هنا أنا. اكتب له اقول له يابا www.abcdefg.com مثلا. مباشره لازم الطلب مالتي اللي كتبته يروح يطلب الاي بي ادرس من فشي يسمونه الدي ان اس سيرفر اللي هو سيرفر الدومين نيم سيستم. هذا موجود بي عباره عن جدول كلش كبير يقول يابا ترى كل www.google.com امامها هذا الاي بي ادرس www.yahoo.com امامها هذا الاي بي ادرس مالته. فراح يشوف بانه يدور على الطلب مالتي اللي موجود بداخله ويرجع لي الاي بي. ورا ما يرجع لي طبعا انا ما ادري هاي العمليه كلها قاعد تصير خلف الكواليس. المتصفح مالتي هو اللي قاعد يسوي هذا الشيء. يدس طلب للدي ان اس سيرفر يجي الاي بي والنوبه يروح يخاطب الاي بي مباشره اللي هو موجود في سيرفر ثاني في مكان اخر. هذه هي عملية الطلب الحقيقي لواحدة من الـ يعني طبعا اكو تفاصيل كثيرة يعني دي ان اس سيرفر هو مو بس واحد وانما ايضا فتهيك الهرمي كبير جدا. يعني هنا اكو عندك ممكن سوري كمان anyway خطولي يعني هسه الدكتور يعني هسه من اكتب www.google.com يعني نفس انا اقول 180.80.80.80 نفسها بالضبط. لا قصدك 8.8.8.8 لا 4.8 ها هاي ال 4.8 هو هذا دي ان اس سيرفر دي ان اس مال يعني بدا اختصار الاسم هو بقى يعني بالقصد يعني كل عمليه تحت بالسيرش باي مكان هي عبارة عن اي بي اي بي مخفي بس احنا نعطي اسم معين. صحيح بالضبط بالضبط. انت تكتب الاسم مال الموقع ويروح هو الى دي ان اس سيرفر او مجموعه دي ان اس سيرفرز موجوده هي تحول لك ترجع لك الاي بي. الاي بي يجي الى المتصفح مالتك يوصل يمه والنوب المتصفح ياخذه يروح يدور عليه. طبعا هو شنو يعني بمرور الوقت المتصفح مالتك هم راح يصير عنده جدول خاص بيه همين راح يشتغل يعني حاسبتك الشخصيه راح يصير بها اكو فشي يسمونه دي ان اس كاش يجمع الاي بيات القديمه بحيث انه ورا ساعتين ثلاثه اذا اريد اروح اكتب له google.com ما راح يروح يدور مباشره يروح يدور بالجدول اللي موجود عنده هنا ويستخدمه قبل. اذا ما لقى اذا طلع مثلا الاي بي متغير لسبب معين او هذا الاي بي يعني اوف او طافي او كذا يروح نبي يدور اي بي جديد. فهنا ايضا يعني صد اقاطع كلامك يعني نفس شلون مثل ملفات الارتباط التعريف تقريبا هالفكره. نعم 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 هي بالكوكيز. كوكيز هذني كنا راح تحتوي نعم كل المعلومات نعم. بالضبط هذني واحده من الاثنين هي راح تكون عندك الدي ان اس كاش يسمونه اللي هو انت شلون تجمع فالجدول صغير مال دي ان اس خاص بك بحاسبتك لاكثر المواقع اللي انت تزورهن دائما. وهذا ايضا ممكن انه تسوي يعني يعني ديليت او تحذفه او تسوي له ريفرش وهكذا يعني كل فتره من الزمن. نعم سوري يعني تفضل سام. الهيستوري مال المتصفح راح يصير بي في تمام قبل الموقع المطلوب. بالضبط 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 ممتاز هو هذا. فهذا ايضا واحده من الامور اللي تحتاج انه تعرفها يعني ضروري جدا بالامتحان راح تكون اكو كثير من الاسئله على الدي ان اس ان شاء الله. واحده من الامور ايضا اللي تحتاجها هي ما يسمى بالاي ار بي الادرس ريزوليوشن بروتوكول. هنا أنا مبدئيا انا مثلا مثل ما ذكرنا عندي انا اي حاسبه او اي جهاز ممكن انه يعرف الاي بي ادرس مالتك بس ما يعرف الماك او ممكن يعرف الماك بس ما يعرف الاي بي. هذا البروتوكول هو شغلته انه يسوي يودي طلب. هنا مثلا راوتر 3 يقول يابا انا السندر اي بي ادرس مالتي هو الاي بي ادرس مال راوتر 3. انا كجهاز راوتر 3 اريد ادز بيانات الى البي سي 2 ولكن انا اعرف الاي بي ادرس مالتي اعرف الماك ادرس مالتي واعرف الاي بي ادرس مالت الجهاز اللي اردرس له بس ما اعرف الماك ادرس مالته. زين وانا اريد اسوي لي باكيت هنا الباكيت مالتي اللي اريد ابنيها لازم تحتوي على الاي بي ادرس مالت السورس الاي بي ادرس مالت الديستنيشن الماك ادرس مالت السورس الماك ادرس مالت الديستنيشن هذني كلهم لازم يكونوا موجودات. وانا عندي معلومه ناقص هنا يعني هذين المعلومات كلها عندي انا عندي الاي بي ادرس مالتي عندي الماك ادرس مالتي عندي الاي بي ادرس مالت الجهاز اللي اردرسله بس ما عندي الماك ادرس مالته. ايش اسوي؟
يدز فشي يسمونه اي ار بي ريكوست، ادرس ريزوليوشن بروتوكول ريكوست، هذا راح يرسل من الراوتر وين يجي يوصل الى البي سي 2. البي سي 2 قال يا بتر انا اعرف هذه المعلومات كلهن بس الماك ادرس مالتك ما اعرفه، وانا اردز لك بيانات في المستقبل. طبعا هذا هو بالبدايه يعني هسه راح تقول لي انه هو اصلا اذا ما يعرف الماك ادرس مالته شلون يقدر توصل الرساله؟ هي بالحقيقه ما راح توصل، يعني ما راح توصل دايركت يعني مباشره، وانما راح تصير عمليه بث تبث في الشبكه وكل الاجهزه تلتقطها، ولكن الجهاز الوحيد اللي الاي بي ادرس مالته هو هذا هو اللي راح يستجيب. فهنا وصلت الرساله هنا، هذا اللي هو اي ار بي ريكوست، وصلت الرساله هنا قال لي يا اوكي مو مشكله، ترى انا الماك ادرس مالتي هو هذا كذا والاي بي ادرس مالتي كذا اللي انت نفسه طلبته من عندي، والماك ادرس مالتك هو نفسه اللي انت دزيت لي اياه، والاي بي ادرس مالتك هو هذا اللي انت دزيت لي اياه. راح تجي رساله كامله، هذا راح يستخدم البيانات مالته على مود يقدر يرسل لهم رسائل تكون توصل بشكل مباشر بالمستقبل. استاذ هي كل عمليه بينج تصير الاي سي ام بي والار بي يروحون سوا اول مره، الار يجيب الماك ادريس نوي يشتغل بس الاي سي ام بي. عاش تيدك بالضبط. وبالتالي هنا تشوف انه الرساله الاولى تروح برودكاست يعني بث للكل، بس الرساله الرد راح تكون لا يونيكاست، لان هو بعد ندل دربه يعرف منين يمشي وشون يوصل الى المكان الاصلي، فهذا راح تكون برودكاست. يعني هذا ايضا هذا سؤال جاي يعني ويجي ممكن اكثر من مره. الايثرنت اي ار بي ريكوست هل هو يونيكاست لو برودكاست؟ الريكوست هو برودكاست بس الريبلاي هو يونيكاست. اوكي هذا ايضا يعني ضروري انه تخليها في بالك. سامبل نتورك بينج كوماند بالضبط هو هذا نفس الحكي اللي تفضلت به حضرتك قبل شوي، انه انا من ادز بينج راح يكون عندي الايثرنت هيدر الاي بي هيدر، وطبعا الاي سي ام بي ايكو ريكوست راح يوصل الى الجهه الاخرى وراح يجيني ريبلاي، ايضا راح يحتوي على المعلومات الكامله اللي انا ادور عليها. العفو دكتور بس سؤال. نعم تفضل. المسؤول عن بدايه التاسيس اللي يسوي برودكاستنج الاي سي ام بي هذا ها ال اي سي ام بي هو البروتوكول اللي موجود في الطبقه الثالثه اللي مسؤول عن عمليات البينج وغيرها، اما الاي ار بي فهو بروتوكول موجود في الطبقه الثانيه. اوكي يعني الاي ار بي هو المسؤول عن تاسيس الاتصال بالدكتور. صحيح نعم برودكاستنج. نعم هو الاشاره اللي راح الراوتر راح يقرا البي سي 2 من خلال الاي ار بي. بالضبط. الاي سي ام بي شغله اي بي والاي ار بي شغله ماك. بالضبط. واحد بالنتورك وواحد بال بدايه اللي اسس الاتصال هو الاي ار بي اللي هو موجود في الطبقه الثانيه، ولكن بما انه احنا قاعد نحكي عن راوتر او بي سي او اي جهاز ثاني، فهو الريكوست مات اللي راح يروح هو يحتوي على يعني الماك ادرس مات الاصلي والاي بي ادرس اللي هو يعرفه يعني من الطبقه الثالثه، هذني كلهن يغلفهن في رساله واحده وهو اللي يدز الاتصال. احنا نعرف انه يعني خدمات الطبقه الثالثه تستفيد من خدمات الطبقه الثانيه، فهنا الطبقه الثانيه اللي هو اي ار بي هو اللي راح يروح يجيب الماك ادرس ويوديه الى الطبقه الثالثه اللي هي مات الراوتر على مود يقدر يراسل بيها بالمستقبل. يعني هو يروح يجيب ينتظر ريكوست وهنا يجيك الريبلاي. فالانيشيشن الاساس هو الاي ار بي ريكوست اللي هو طبقه ثانيه. هنا طبعا البينج يعني مثل ما ذكرنا هو اي يعني اي سي ام بي، وهذا ايضا جاكم بالهوم ورك اعتقد الاول او الثاني انه هو اللي مسؤول عن البينج، فهو يعني هو بروتوكول الاي سي ام بي. وهذا يعني كل ما يخص الشابتر الثالث. اكيد طبعا يعني حضراتكم يعني بالنسبه للناس اللي انضمونا حديثا موجوده روابط تنزيل الكتاب يعني الفوليوم الاول والفوليوم الثاني الجزء الاول والجزء الثاني، يا ريت انه تنزلوهن، وكذلك حتى المحاضرات اللي يعني الملفات البي دي اف المحاضرات السابقه كلهن احنا نزلناهن وسولفنا عنهن. هذا هو يخص الجزء الاول من محاضرتنا، ومثل ما عودناكم احنا يعني ورا كل شابتر ناخذ لنا استراحه 5 دقائق او 10 اذا تبدو كيفكم يعني، وراح نرجع ان شاء الله نكمل يعني بقيه اجزاء محاضره اليوم. اذا ماكو اي سؤال او استفسار تقدرون تاخذون يعني استراحه 5 دقائق ونرجع ان شاء الله. تمام شباب؟ هاي تمام دكتور على راحتك. 5 دقائق ان شاء الله. أشوف الطلاب أنا ما كيف خمسة دقائق. أوكي هسه 58 دقيقة من 58 دقيقة إن شاء الله. تمام ممتاز ممتاز ممتاز. أوكي ننتظركم إن شاء الله. تحياتنا للجميع ومع السلامة.